بينت دراسة أن وضع الموارد المستحضرات التجميل بكمية أقل بنسبة 40% من الكمية التي اعتادت على وضعها يجعل منها صاحبة بالشكل الأمثل الذي يفضله النساء والرجال. دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعتي بانجور البريطانية وأبردين الاسكتلندية وتم نشرها في أحد الصحف البريطانية، وأوضحت أن النساء يتمتعن بجاذبية أكثر في حالة عدم وضعهن لمستحضرات التجميل بشكل مبالغ فيه، وربما اقتصار تلك المستحضرات على استخدامهن لكحل العيون. على 55 امرأة تم إجراء تلك الدراسة عليها، والتي أظهرت نتائجها بعدما تم عرض صور السيدات بعد استخدامهن لمستحضرات التجميل من أجل الذهاب لنزهة ليلية على تلاميذ جامعة بانجور من الفتيات والشباب، والذين بدورهم قاموا باختيار السيدات الأكثر جاذبية. وفقا للدراسة 21 صورة من أصل 55 كانت متشابهة، واختيار تلاميذ بانجور للنساء الأكثر جاذبية كان بمثابة معيار لشكل المرأة الذي يفضله الرجال والنساء عامة. ومن المثير للاهتمام أن تلميذات جامعة بانجور ميزن صور النساء اللواتي يضعن قدرا أكبر من مستحضرات التجميل، وذلك على عكس التلاميذ الشباب الذين أبطلوا في اختيارهم فكرة أن الرجال هم من يفضلون نموذج المرأة التي تضع الكثير من مستحضرات التجميل. واستنادا إلى اختيار هؤلاء الطلاب، تم التوصل إلى أن الشكل الأمثل للمرأة والذي يفضله كل النساء والرجال هو الذي تضع فيه المرأة كميات المستحضرات التجميل أقل بنسبة 40% من الكمية التي اعتادت على وضعها. إذا كانت هذه المرة الأولى لك في قناة رواد المعرفة، لا تنسى الاشتراك فيها لكي يصلك كل ما هو جديد وممتع.